سعيدة. الست المصرية البسيطة كل همها وكل حلمها إن نصيب بنتها في الدنيا يكون أفضل من نصيبها، وحظ بنتها في الدنيا يكون أوفر من حظها. تربيها وتعلمها وتدخلها الجامعة وتجوزها، ولما تجوزها تيجي تشوف مصاريف جوازها ما تضطرش تبقى من الغريمات، وتلاقي الإيد اللي تتمدلها وتنقذها. وإنها لو عايزة تعمل مشروع صغير تعيش منه علشان تربي ولادها وتحافظ على أسرتها وتدعم بيتها، وهتتعب وتشقى في المشروع ده جدا، تلاقي الفلوس القليلة البسيطة اللي ممكن تبدأ بيها المشروع. ولو عايشة في الريف، في قرية أو في نجع بعيد، تعيش في حياة كريمة، ما تتعبش وتشقى علشان ولادها يروحوا المدارس ويرجعوا كل يوم، يكون عندها مية وكهرباء، خصوصا لو عايشة في مكان ما تمددش إيد فيه من عشرات السنين. أما لو عايشة في مدينة فمش عايزة تبقى عايشة في عشوائية أو في مكان ما يحفظش أدميتها، عايزة تعيش في بيت محترم متصانة زي ما ولاد البلد بيقولوا وزي ما الرئيس قال. عايزة تتعب وتشقى وتعلم بنتها وتدخلها الجامعة، ولما تدخلها الجامعة وتشتغل ما تحسش إن في تمييز بينها وبين الراجل لمجرد إنها ست. عايزة لما تتعب تحس إن في حد بيهتم بصحتها، وحتى من غير ما تتعب تحس إن في حد بيتابع وراها صحتها، لأن صحتها هي صحة الأسرة، هي صحة المجتمع، هي صحة مصر. عايزة لو تعرضت لعنف أسري تلاقي قانون في ظهرها يحميها، لو ليها ميراث والعادات والتقاليد عندها تمنعها إنها تاخد ميراثها تلاقي التشريع اللي يديها حقها. عايزة تمشي وتتحرك وتروح وتيجي في الشارع من غير ما حد يتعرض لها، ولو حد ضايقها ياخد العقاب الرادع اللي يخلي غيره يفكر ألف مرة قبل ما يضايق أي ست. عايزة بنتها لو عندها طموح سياسي يبقى عندها فرصة أكبر إنها تدخل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، تبقى وزيرة، تبقى محافظ، ولو خريجة حقوق يبقى عندها فرصة إنها تبقى وكيل نيابة أو تبقى رئيس محكمة. الست المصرية البسيطة عايزة ولادها لو كانوا شباب أو بنات أحلامهم وأفكارهم وطموحاتهم والأفكار اللي شغلاهم توصل لأعلى سقف في الدولة وتتسمع ويتفكر فيها وتتحقق. معظم أحلام الست المصرية البسيطة اتحققت، وبقول معظم لأن إحنا عايشين في دولة مفيش سقف لأحلامها، خلتنا إحنا كمان ملناش سقف لأحلامنا. معظم أحلامها اتحققت عن طريق قرارات وتشريعات وقوانين ووزارات وهيئات ومبادرات. كان همها الأول في المرحلة اللي فاتت هو تمكين المرأة. الست المصرية البسيطة دي يمكن مش عارفة معنى مصطلح تمكين المرأة، لكن بالفعل هي عايشة تمكين المرأة. النهاردة فقرتنا الحوارية هتكون عن طفرة تمكين المرأة في السبع سنوات الماضية، هتكون بعد أخبارنا اللي هتكون بعد دقيقة من دلوقتي.